2005 عملوا تعديل في هذا الموديل عدلوا فيه. تواصلت الشركات العالميه وعملوا ضجه بهذا الجانب. ب 2005 انت ممكن تسجل هذا اللي هو الموديل اللي هو موديل الشركه الاستراتيجيه استراتيجيك بارتنر موديل، وبتشوف الدور الحيوي الادوار التي تقوم فيها اداره الموارد البشريه الحديثه الان. وبالتالي لا الشركات ما ينتبهوش للدور هذا الجانب. انتم الان كونكم مدراء تضعوا هذه المقترحات، سجلوا لي الشيء طالع استراتيجيك بارتنر موديل، استراتيجيك بارتنر موديل، استراتيجيك استراتيجيك بارتنر موديل. طبعا بتحصل ايش لنوعين كفور اول ريك اول ريك للعالي اول ريك 1998 هذا اول ما سمع. ثم عندي من قبل العالي اول ريك تكتب مثلا استراتيجيك بارتنر موديل اول ريك بيطلع لك هذا الموديل، بتكتب استراتيجيك بارتنر موديل اول ريك ان بروك بروك بانك 2005 هذا مهم جدا. بتشوف ما هي الاعمال اللي يقوموا فيها. اصبح الان يؤدي الدور غير عادي، يعني كل الاعمال داخل المنظمه كانه اللي يقوم فيها الموارد البشريه، شريك استراتيجي مدافع عن حقوق الموظفين، يوفر يعني القياده كيف يعلم الشركات الاخرى فنون القياده والمهارات القياديه، خبير في المجال الوظيفي، خبير بكل الاعمال المتلاحقه. هذا الموارد اداره الموارد البشريه. احنا الان نستخف فيها نقول يلا تؤدي دور هش ابدا ها مشكله يعني والله يهمشوا هذه الحسب يهمشوا دورها. نعم كل الموارد يعني بينما هذه اسامي الرجال انتم اقراوها وابداوا في شوف نبدا في جامعه تعز نعمل تحديث ثوره التحديث. يعني صدقنا انه اي تقرير يقدم ما شاء الله تمام ينفذوا الان الشعيب بدا يعني اي تقرير تجبره ينفذوا. المهم انه يكون مدروس ويكون حاجه يعني الى الامام ما فيش مشكله. ليش ما نكونش احنا السباقين؟ الجامعه هذه الجامعات يا شباب العلم اللي نخرج احنا الطلاب يفترض انها تكون سباقه بكل هذه الجوانب الحديثه. كل الميادين نعم. مش معقول احنا نعلم الطلاب يطبقوا كذا اشياء جديده واحنا لسه واحنا ما نعملهاش في الجانب. واضح؟ وان شاء الله اداره الموارد البشريه اليوم ان شاء الله